أحب على التليفون بسيادة الوزير دكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ عز. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سيادة الوزير. النهارده حضرتك التقيت بوفد من شركه ماز، هي الشركه المفروض بيلاروسيه، لبحث توقيع عقد توريد مستلزمات الانتاج للشركه الهندسيه للتعاون في تصنيع اتوبيسات نقل جماعي. كمان لفت نظري، بنتكلم في طوله هيبقى 12 متر، مش كده يا فندم؟ هذه السيارات هتعمل بالغاز الطبيعي، كلمنا عن هذا الموضوع. هو اتوبيس، واحنا يعني احنا بنوقع مش بنبحث، لان احنا بالفعل تم توريد اتوبيس وقمنا ببعض الاعمال فيه وجربناه، وبنوقع النهارده لاتوبيسين تانيين تمهيدا باذن الله للتصنيع التجاري، يعني لاتوبيس 12 متر بيعمل بالغاز الطبيعي. ده احد أوجه التعاون أو مجالات التعاون مع جهات خارجية في الشركة الهندسية اللي هي شقيقة لشركة النصر، شركة النصر من الأوتوبيسات العربيات الركوب والهندسية بتعمل الأوتوبيسات. كمان في جهتين تانيين مهمين في التعاون مع الهندسية، شركة إسكانيا في شركة سويدية يعني من أفخم الشاسيهات والأوتوبيسات والتراكس اللي بتتعمل، ففعلا أوتوبيس اتعمل من عن طريق شاسيه من إسكانيا يعني للغاز الطبيعي، ثم أخيرا مع شركة مصرية للبحث والتطوير بتخدم شركات أوروبية كتيرة، شركة اسمها برايت سكايز، وده تطوير يعني احد العناصر الرئيسيه في التوبيس الكهربائي وهي البطاريه وانظمه التحكم. ففي نشاط كبير يعني في الهندسيه، وباذن الله عام 22 يشهد البورتفوليو بتاع هذه الشركه من الاوتوبيسات المختلفه بمقاسات مختلفه. احنا كده يبقى في تعامل مع اكثر من شركه سياده الوزير. تمام. في نفس المجال، هو مجالات الاوتوبيسات بالغاز الطبيعي. من اول 14 راكب لحد ال 50 راكب، اللي هي يعني من ال 5 متر الى ال 12 متر. 12 متر زي عربيات هيئه النقل كده اللي هي الكبيره. تمام. الاوتوبيسات الكبيره. ايوه تمام. أيوة. بـ بـ يعني بمقاسات مختلفه. نعم. في الوسط. نعم. والشركات دي يعني متميزه في انه نقدر نقول هذه الوسائل للنقل بتعمل بالغاز الطبيعي، ولا في صناعة العربيات بس؟ كله بالغاز الطبيعي. لا أقصد الشركات دي اشتغلت في مسألة أوتوبيسات بالغاز الطبيعي قبل كده. طبعا. ما احنا عشان نوضح، احنا بنوطن التكنولوجيا، بنوطن هذه الصناعة بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة البترول. نعم. امتى هل الاوتوبيسات فيها ميزه اخرى غير العمل بالغاز الطبيعي، ولا دي كانت اهم ميزه حريصين عليها؟ لا، هي احنا خلاص الشركه باذن الله استراتيجيتها انها تشتغل في المركبات صديقه البيئه، فهي سواء غاز طبيعي او كهرباء باذن الله تتخصص فيها وتقدر تديها للمجتمع المصري والاقتصاد المصري. المكون المصري فيها قد ايه؟ بمشاركه قد ايه سياده الوزير؟ وهنستورد ايه؟ بدري شويه ان احنا نتكلم لان دي يعني لسه مشروعات، انما بصفه عامه الاوتوبيسات المكون الطبيعي بتاعها، لان العماله بتبقى كتيره. المكون بتاعها بتبقى اكبر من العربيات بكتير يعني. نعم. يعني يتوقع انها تكون حاجه في حدود 70%. 70% مكون مكون محلي مصري؟ تمام. طب هايل. طبيعي في الصناعه دي بقول، يعني نعم. اي مصنع نعم. لان العماله بتبقى كتير. نعم. بس ده كويس قوي، يعني نسبه كويسه ولا؟ نسبه كويسه. طيب امتى؟ مش لمصنعنا بس، انا بقول كل المصانع المصريه او المحليه اللي بتشتغل في الاوتوبيسات النسبه بتاعتها بتبقى عاليه.
تمام. احنا بنستهدف ولا ده لسه هيبقى في التعاقد ان احنا يبقى عندنا كم اتوبيس من دول؟ امتى هيبدا في الخطه بالنسبه للتعامل وبالنسبه انه يتم الاعلان عنها، نزول الشارع للحركه؟ كل ده لسه حسب التسويق. نعم. احنا ما بننتجش للانتاج وانما بننتج لزباين، فلابد انه يبقى في تمام باذن الله. نعم. سواء هي اتوبيسات للمدارس، اتوبيسات للرحلات، اتوبيسات لشركات نقل الركاب، اتوبيسات للنقل العام. نعم. للمطارات، فحسب ما ينتج عنه التسويق باذن الله. نعم. سيادة الوزير، النهارده مركز معلومات مجلس الوزراء في انفجراف كده هايل الحقيقه تم نشره، سلط الضوء على قطاع الغزل والنسيج اللي بيشهد تطوير كبير جدا جدا. بنتكلم على مهالك، بنتكلم على شركات تطوير، بنتكلم على انشاء اكبر مصنع الغزل والنسيج في الشرق الاوسط. وصلنا لفين في هذا الامر يا فندم؟ احنا ماشيين على التراك تقريبا. حضرتك المشروع حوالي 21 مليار جنيه كما يعني اعلنا مرارا، 21 منهم حوالي 7 مليار انشاءات فقط ل 65 مبنى. يعني 65 مبنى، في منهم المباني الجديده زي المبنى اللي حضرتك تذكرتي يعني تفضلتي وذكرتيه، مصنع غزل واحد في المحله اللي هو على 62,000 متر ونص. ده مصنع جديد كليا ما بين المصانع الجديدة وما بين المصانع اللي بيعاد تأهيلها زي مصنع غزل 4 و6. نعم. في المحلة برضه دي مصانع قائمة ولكن في عملية إحلال كبيرة فيها. فسبعة مليار للإنشاءات، ثم حوالي 9.5 مليار للماكينات، والباقي العناصر كتيرة من أهمها التدريب ومن أهمها رأس المال العامل وال التسويق. نعم. ف 21 مليار جنيه. نعم. تقريبا الانشاءات حوالي 60% النهارده. باذن الله تبتدي يعني نستلم الانشاءات ونركب المكن بدءا من ابريل مايو القادم. نعم. بحيث ان احنا على اخر السنه نبقى اغلب المصانع دي تم التشغيل التجريبي لها. وهيبقى عندنا في مصر ميزه تنافسيه في انتاج القطن وفي صناعته ايضا. بالطاقه الجديده بتاعتنا والمكن الجديد يعني بيبقى فيه كفاءه بدءا من الحليج الى الملابس الجاهزه. الاهم من كده بقى ان احنا رجعنا بالتعاون مع الوزارات الاخرى، وزاره الزراعه ووزاره التجاره والصناعه، بنعمل برضو مجهود كبير في تجربه أول مرة تحصل على المستوى ده في مصر، وهي تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيل في مصر. والحمد لله التجربة تحت توجيه ورعاية فخامة الرئيس، التجربة نجحت في زرع العينات في السنة الثانية ليها، والإنتاجية عالية، وبالتالي التكلفة بتاعة القطن ده والجودة بتاعته، التكلفة يعني منخفضة جدا والجودة بتاعته رائعة بالنسبة للأقطان قصيرة التيل المستوردة. فبإذن الله في أمل إن احنا نبتدي نزرع بكميات أكبر شوية مع عدم الخلط بينها وطبعا وبين الأقطان فائقة الطول والطويلة اللي احنا يعني مشتهرين بيها. نعم. فهيبقى في زراعة في الصحراء بعيدة عن الوادي، والهدف هو تاني دعم الصناعة ان احنا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، لأن احنا بنجيب بأرقام كبيرة جدا الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة. تقريبا هنوفر قد ايه يا سيادة الوزير؟ يعني حسب ما نزرع، انما حسب ما نزرع، انما احنا بنستهلك يعني تقريبا 2 مليار دولار. فحسب ما نزرع باذن الله هيكون التوفير من العمله الاجنبيه وقيمه مضافه طبعا رائعه، لانه يعني القيمه المضافه تقريبا حوالي 95% في زراعه الاقطان قصيره التيل. نعم. اخر حاجه اقولها في المنظومة هي اللي حضرتك ذكرتيه برضو، ان احنا نجحنا على مدى سنتين كلجنة اللي هي المسؤولة عن الأقطان اللي هي من الوزارات الثلاثة، الحمد لله رجعنا تاني منظومة كانت موجودة في مصر سنة 1907 اللي هي المزادات على الأقطان
فتم تعميم التجربة على مستوى 14 محافظة، حوالي 191 مركز أقطان، ويعني حققنا نجاح الحمد لله رائع. السنة الجاية تقدري تسمعي ان القطن رجع تاني في بورصة السلع، يعني يبقى زي البورصة بتاعتنا اللي كانت موجودة زمان سنة 1907. نعم زمان. طيب الكلام اللي حضرتك بتقوله يا ست الوزير، العامل الأساسي فيه والضلع الأساسي فيه هو المزارع اللي بيزرع القطن، مش كده برضو ولا إيه؟ هل في إقبال مبدئيا من المزارعين على فكرة التوسع كزراعة النوع الجديد من القطن اللي ما كانش موجود قبل كده اللي هو قصير التيلة؟ الحاجة التانية، هل بتصلوا مع المزارعين ولا دي قصة مش قصة حضراتكم كوزارة، لشراء بأسعار الإنطار بيناسب الفلاح بالتالي ان احنا نشجعه على الزراعة اكتر؟ طيب هو مبدئيا عشان بس ان انا قلت التجربة السنة دي على 200 فدان فقط، والأقطان قصيرة التيلة هتبقى في الصحراء بكميات كبيرة وزراعات تعاقدية، مش لصغار المزارعين الحائزين. ايوه او الحائزين يهمنا بقى انه صغار الحائزين باذن الله. السنه دي كان موسم استثنائي في اسعار القطن وبقيه السلع في العالم كلها، بس القطن شهدنا السنه دي قطن بيتباع ب 6000 و7000 جنيه حتى، اللي هو الاقطان فائقه الطول، مقابل 2000 جنيه و2500 جنيه السنه اللي فاتت. نعم. فاكيد هيشجع المزارعين على زراعه مساحات أكبر. السنة اللي فاتت زرعنا حوالي 40 ألف فدان، يمكن السنة الجاية هيبقى أكتر من كده، ولو أن أسعار القطن ابتدت تنزل شوية اليومين دولت، وده كان متوقع لأن هو على مستوى العالم ارتفعت على مستوى العالم. نعم. والسوق تقريبا الموسم بيخلص، يعني فاضل كميات صغيرة قوي، حوالي 15% من الأقطان الموسم ده بس هي اللي ما تمش جمعها وتقديمها في المزادات، يعني أغلب الأقطان المصرية تم تسويقها وبيعها بأسعار رائعة الحمد لله، وحضرتك سألت الفلاحين هتلاقيهم مبسوطين جدا يعني. طب ده مهم جدا لأن هم بذرة الموضوع يعني كمشروع اقتصادي كامل يعني. طيب سيادة الوزير، شركة الحديد والصلب هل بالفعل تم تحويل لنشاط أراضي الشركة العنيل لنشاط سكني؟ لا، بجاري التقديم، احنا قدمنا من حوالي شهر وحاجة للجنة اللي هي مسؤولة عن تغيير الاستخدام، لأنه خلاص ما بقاش في مصانع في القاهرة الكبرى. أي حد بيعمل مصنع جديد النهاردة فبيروح خارج القاهرة الكبرى في أكتوبر أو في العاشر من رمضان. فأصل يعني المصانع دي مش هتبقى موجودة كأرض مصانع. لا خلاص بقى، يبقى فرصة إن نرجع ننظف القاهرة الكبرى ورئة القاهرة الكبرى. فهتبقى تروح للنشاط العقاري. هتروح لنشاط عقاري. وهيتم يعني طرح ال 6 مليون متر في مزادات عامه يعني نجيب احسن سعر للمطورين العقاريين، يعني من المطورين او الشركات، ودي هتروح للدائنين لان دي تصفيه. فالدائنين بتوعنا هتروح لهم العوائد دي وتعويضات العاملين، ودي قيمتها حوالي 11.25 مليار. هل هتغطي يا سيادة الوزير؟ حسب التقييم، احنا ما نعرفش دلوقتي، بس يعني دي حاجة ترجع بعد لما نعمل التقييم ونعمل المزادات يبان إذا كان هيبقى في حاجة إضافية للمساهمين ولا لا. نعم لكن ما نقدرش نحدد إذا كانت هذه قطعة الأرض. أي حد هيبقى يعني بيدي توقع بيحذر، إنما هيحصل بعد لما يتم التقييم والمزايدة والبيع في مزادات. طبعا الستة مليون متر مش هيبقوا مزاد ولا اثنين ولا ثلاثة، هي حتت كبيرة، فبإذن الله تبان مع أول حتتين ثلاثة يتباعوا. تمام.
حضرتك في المداخلة اللي فاتت اللي اتشرفت بيها مع حضرتك في مداخلة قلت لي انه وزارة قطاع الاعمال بصدد تصفية احدى الشركات الخاسرة، هل تم تحديد؟ لا لا زالت برضو يعني ما نقدرش نعلن دلوقتي، قريب باذن الله نعلن. لكن تم تحديد هل هي شركة؟ طبعا احنا يعني لا اقصد هل هي شركة ولا اكتر من شركة ولا؟ لا 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 شركة واحدة. شركة واحدة. تمام. بشكرك ست الوزير، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. دكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.